بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا يوم العيد، عيد الأضحى، الذي سماه الله جل وعلا في كتابه يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدى فيه مناسك الحج من رمي للجمرة وذبح للهدي وحلق للرأس أو تقصير وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. هذه الأمور تؤدى في يوم العيد إذا تيسر ذلك، مرتبة على هذا الترتيب. ومن لم يتيسر له ذلك فإنه يؤديها على حسب استطاعته، ولو قدم بعضها على بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر، يعني من هذه الأربعة، إلا قال افعل ولا حرج. هذه المناسك الأربعة في يوم العيد إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج، وإن أداها مرتبة فهو أحسن، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غير البلد الحرام وغير الحجاج، المسلمون في أقطار الأرض يصلون صلاة العيد في هذا اليوم، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، ويذبحون الأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم يبدأ التكبير المقيد بالنسبة للحجاج، المقيد بأدبار الصلوات المفروضة مع الجماعة، بأدبار الصلوات المفروضة مع الجماعة، إذا صلاها مع الجماعة فإنه بعدما يسلم يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويكرر هذا. بالنسبة للحجاج يبدأ من الظهر من هذا اليوم، لأنهم قبل ذلك ما مشغولون بالتلبية. أما بالنسبة لغير الحجاج فالتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة. وهذا التكبير يتكرر في المناسك، ويكرره عند الحجر الأسود حينما يطوف بالبيت في كل شوط، ويكرره في رمي الجمار مع كل حصاة، يقول الله أكبر. ويأتي به في أدبار الصلوات في هذه الأيام، يوم العيد، الأيام التي بعده بالنسبة للحاج. وبالنسبة لغير الحاج يأتي به من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إذا صلى في جماعة صلاة الفريضة. أما لو صلاها وحده فإنه لا يأتي بهذا التكبير، أو صلى نافلة فإنه لا يأتي بهذا التكبير، لكن يكبر الله تكبير المطلق. وهذا التكبير له معنى عظيم، الله أكبر أي الله أعظم وأجل من كل شيء، ف
فالله أكبر في ذاته سبحانه وتعالى، والله أكبر في أسمائه وصفاته، والله أكبر في أفعاله، فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء. وبهذا يتصاغر كل مخلوق، يتصاغر كل شيء بالنسبة لعظمة الله سبحانه وتعالى. فهو الكبير في ذاته سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو الأكبر سبحانه وتعالى في علمه، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه محيط بكل شيء في الأزل والأبد، فعلمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون في المستقبل، يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما في الصدور وما يكنه الإنسان، يعلمه سبحانه وتعالى. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهو أكبر سبحانه وتعالى في سمعه وبصره، في سمعه فلا يخفى عليه صوت من الأصوات في السماوات ولا في الأرض، سواء كان خفيا أو كان ظاهرا. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فيسمع سبحانه وتعالى كل شيء مع اختلاف اللغات، اختلاف الأصوات، وتعدد المخلوقات، فإنه يسمع سبحانه وتعالى دعاءها ونداءها بلغاتها وألسنتها، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. والله أكبر في بصره سبحانه وتعالى، فهو يبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وهو الأكبر سبحانه وتعالى في قدرته، فلا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، قدرته لا يعجزها شيء، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
فقدرته سبحانه لا يتعذر ولا يتعسر عليها شيء أراده، ولهذا قال سبحانه وهو على كل شيء قدير، بخلاف المخلوق فإن قدرته محدودة وأحيانا تعجز، كثيرا ما تعجز. أما الله جل وعلا فهو إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو أكبر بقدرته على كل شيء، وهو أقدر من الملوك والرؤساء والجبابرة الذين يغترون بقدرتهم على الناس. الله جل وعلا أقدر منهم عليهم، فليتذكر الإنسان إذا كان عنده قدرة لا يغتر، فإن الله أقدر منه سبحانه وتعالى، فلا يغتر بقدرته ويظلم الناس ويتطاول عليهم، فإن قدرته محدودة ولا وهي لا شيء بالنسبة لقدرة الله جل وعلا. كل هذا وأكثر منه وأكثر يدخل في قولنا الله أكبر، أي أجل وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، وبذلك يتصاغر كل مخلوق أمام قدرته سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل شيء وأقدر على كل شيء وأعلم بكل شيء، هذا مما يبعث في قلب العبد إجلال الله جل وعلا وتعظيمه والخوف، الخوف منه والخشية، ويبعث الرجاء في الله عز وجل والطمع في فضله وإحسانه. ولهذا جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس وهو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، اسأل وأكثر السؤال، لا تقل هذا كثير علي أو هذا لا يحصل من الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللي يعظم الرغبة في الله جل وعلا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فيكثر من الدعاء ويطلب من الله ما يريد من الخير ومن النفع ومن البركة، ولا يتحاقر سؤاله أو يظن أنه يشق على الله جل وعلا، إن الله غني كريم واسع عليم رؤوف رحيم، فيكثر من الطلبات من الله جل وعلا. وكل ما طلب الله وكل ما طلب العبد من الله فإن الله يحبه، وكل ما ألح في الدعاء وكثرة المطالب فإن الله يحبه، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بخلاف المخلوق فإنك إذا كررت عليه السؤال والطلب يكرهك ويبغضك، ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا تقتصر في دعائك من الله جل وعلا على شيء قليل، بل اطلب من الله جل وعلا العطاء الجزيل والخير الكثير. وحتى لو كنت مذنبا وكثير الذنوب
فلا يمنعك هذا من أن تتوب وتستغفر الله وتسأل الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الحجاج هداهم الله يتوسل بأهل القبور ويطلب الشفاعة منهم، فما حكم حج هؤلاء؟ توسل بالمخلوقين لا يجوز، توسل يكون بدعاء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إليه بأسمائه وصفاته، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وتتوسل بالعمل الصالح، يعني تتقرب إلى الله. التوسل هو التقرب، والوسيلة هي القرب، تتقرب إليه بالأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي العمل الصالح والقرب منه سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فسر الوسيلة بأنها القرب من الله، أيهم أقرب. وليست الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، تقول أسألك بفلان أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا لم يشرعه الله ولا رسول، لم يشرع الله لنا أن نتوسل إليه بأحد، بل أمرنا أن ندعوه مباشرة. فالتوسل بالمخلوق على نوعين: النوع الأول أن يستغيث بالمخلوق ويدعوه، يذبح له وينذر له، يرجو مدده وبركته، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، ولا يصح معه حج ولا غيره حتى يتوب إلى الله جل وعلا. والنوع الثاني التوسل بمعنى جعل الواسطة بينك وبين الله، لكن لا تتقرب إلى المخلوق، وإنما تجعل المخلوق واسطة بينك وبين الله ليبلغ الله حاجتك، فهذا بدعة، هذا من البدع المنكرة، وهو وسيلة إلى الشرك. فعلى المسلم أن يتجنب هذا التوسل بأنواعه، ويتوسل إلى الله بالعمل الصالح، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا هو الوسيلة النافعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رأينا من بعض أهل البدع بدعا يعملونها نناصحهم عن هذه البدع، ولكنهم لا يسمعون منا ويسموننا بالوهابية، فما رأي فضيلتكم في التعامل مع هؤلاء؟ عليكم بتعليم الناس الخير وتحذيرهم من الشر والبدع والشركيات، فمن قبل فالحمد لله، ولكم أجر الدعوة وأجر القبول من هذا الشخص. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن قبل فالحمد لله، ويكون لمن دعاه أجر عظيم عند الله مثل أجر المدعو، وإن لم يقبل فإن الداعي أدى ما عليه وبين ما عليه من النصح والتعليم، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يتوقف عن الدعوة تعليم الناس الخير من أجل أنهم يلقبونه بأنه وهابي وأنه هذا لا يرد المسلم أبدا. وليس هناك وهابي وغير وهابي، أهل السنة كلهم ولله الحمد جماعة واحدة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء جديد ينسب إليه، وإنما أتى بما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته، وسار عليه أهل السنة والجماعة،
فهو ما أتى بشيء جديد، وإنما جدد هذا الدين، فهو من جملة المجددين لهذا الدين. ولا يهمك إذا لقبوك بأنك وهابي، ما دمت على حق وعلى صواب فالألقاب لا قيمة لها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مباهاة الله تعالى بأهل الموقف في عرفة هل تدل على القبول منهم جميعا وإن كان عند بعضهم شرك أو فعل لبعض الكبائر مع عدم التوبة منها؟ نعم، مباهاة الله للملائكة بأهل عرفة تدل على رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الواقفين بعرفة، ولو كان منهم من عنده معصية أو عنده خطأ، ما دام أنه على الإسلام وعلى الإيمان فإنه يرجى له الخير، ولو كان مقصرا يغفر الله له جل وعلا. ولهذا جاء في تمام الحديث: انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، الله يغفر الذنوب جميعا. وأهل الموقف جاءوا تائبين إلى الله شعثا غبرا من كل فج عميق، فالله جل وعلا يشهد ملائكته لأنه سيغفر لهم. إلا المشرك الذي عنده شرك أكبر فإن الله لا يغفر له حتى يتوب، إن الله لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التسمية في بداية كل شوط من أشواط الطواف والسعي ورجم الجمار؟ لم يرد هذا، لم يرد أنه يقول بسم الله، وإنما يقول الله أكبر في بداية كل شوط، وفي رمي كل حصات يقول الله أكبر، هذا الذي ورد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للقارن أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم كما يفعل المفرد؟ لا بأس بذلك، إذا طاف طواف القدوم وهو قارن فإنه يقدم سعي الحج والعمرة بعد طواف القدوم، فيكون يوم العيد أو ما بعده ليس عليه إلا طواف الإفاضة ثم طواف الوداع عند السفر. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للساكن في الحل في مكة أن يذهب إلى أهله في الحل يوم العيد أو في أحد أيام التشريق؟ في النهار لا بأس أنه يذهب إلى حاجته ويرجع إلى منى ويبيت فيها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو أن شخصا قدم سعي الحج على طوافه وأجل طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فهل عليه حرج في ذلك؟ إذا جعل طواف الإفاضة بعد طواف، إذا جعل طواف الإفاضة آخر شيء بحيث يسافر بعده ولا يقيم في مكة، يسافر بعد طواف الإفاضة مباشرة، فإنه يغني عن الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قبل 5 سنوات أدى أحد الحجاج حجة نافلة ولجهله لم يؤدي طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، فماذا يفعل الآن وهو خارج المملكة؟ باق عليه طواف الإفاضة، لا يكمل حجه إلا به، فعليه أنه يأتي ويطوف طواف الإفاضة عن الحج الماضي ولو كان نافلة، يأتي ويؤدي طواف الإفاضة عن الحجة الماضية ولو مضى لها سنين، لأن طواف الإفاضة باق في ذمته، حجه لم يكمل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قدمت في هذا العام لأداء حجة الفريضة مفردا ولم أذهب إلى الآن إلى طواف الإفاضة، وسوف أذهب إن شاء الله في اليوم 13 لأداء الطواف والسعي، فهل علي طواف آخر بعد السعي؟ لم أحج. يقول أحسن الله إليكم: قدمت في هذا العام لأداء حجة الفريضة مفردا ولم أذهب لطواف الإفاضة، وسوف أذهب إن شاء الله في اليوم 13 لأداء الطواف والسعي،
فهل علي طواف آخر بعد السعي؟ نعم، لك أن تؤخر طواف الإفاضة، وإذا أقمت بعده في مكة فإنك عند السفر تطوف للوداع، ولو تأخرت أياما أو أشهرا لا تخرج من مكة إلا بعد أن تطوف طواف الوداع. وأنا أحب أن أنبه أننا في هذا المسجد إذا قام الدرس لا يدخل أحد يصلي ويشوش علينا ونشوش عليه، يروح يصلي في مكان آخر، لأن الدرس قائم والمصلي يتشوش ونحن نتشوش في هذا، إن كان اللي فاتته الصلاة يروح المكان آخر ويصلي هناك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يذهب المتعجل؟ وكم عدد الجمرات التي يرميها؟ ومتى وقتها؟ وهل عليه دم أم لا؟ المتعجل إذا أراد أن ينهي حجه في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإنه يرمي الجمرات بعد الزوال، بعد الظهر أو بعد العصر، ثم يرحل من منى ويخرج من منى قبل غروب الشمس، يمر على البيت ويطوف طواف الوداع ويسافر، هذا المتعجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الكلام في مواضيع بين الرجل وزوجته بعد التحلل من الإحرام يوجب شيء؟ وإذا تسبب هذا الكلام في الإنزال عند أحد الزوجين أو كلاهما وذلك دون ملامسة، فهل يجب عليهم شيء؟ بعد التحلل الأول لا يتصل بزوجته ولا يتكلم بالرفث وهو ذكر الجماع أو النظر أو اللمس، يجتنب زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، وبعد ذلك تحل له زوجته. وإذا حصل منه إنزال من غير مباشرة فإنه يكون عليه فدية ذبح شاة، فدية ذبح شاة عن الإنزال، لأنه ما تجنب الرفث الذي نهاه الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعد رمي الجمرات في هذا اليوم شككت بأن رميت 6 جمرات فقط نزلت في الحوض، فقمت برمي جمرة أخرى في نفس الوقت، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، ما دام أنك أزلت الشك ورميت الحصات 7 التي شككت بها فقد أديت ما عليك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رميت الجمرة الكبرى والآن لا أستطيع المشي بسبب احتكاك وجروح بين الفخذين، فهل يجوز لي أن أوكل عني من يرمي الجمرات ويطوف عني طواف الإفاضة؟ أما التوكيل في الرمي للعاجز فلا بأس به، يوكل إذا كان يعجز هو عن مباشرة الطواف بنفسه يوكل، وأما الطواف لا، ما تدخله النيابة، يطاف به محمولا على عربة، يطاف به محمولا على عربة، والحمد لله هذا متيسر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الحملة التي نحن فيها مخيمها في مزدلفة ونبيت فيها ونأتي نرجم ثم نعود إلى مزدلفة، فهل هذا صحيح؟ إذا كنتم ما وجدتم مكانا في منى ونزلتم في مزدلفة فلا حرج في ذلك، تقول الله ما استطعتم، لكن إن تيسر أنكم تأتون في الليل أو يأتي من يستطيع منكم في الليل ويبيت في منى، يأتي بنفسه معه فراش أو مع شيء خفيف ويبيت في منى، ثم في آخر الليل يرجع إلى منزله في مزدلفة، فهذا واجب عليه. أما إذا كان لا يتمكن لكبر أو لمرض أو لعجز عن المشي فإنه يبيت في مكانه ويسقط عنه المبيت في منى للعجز. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من توفي وهو لا يصلي وقد حجت أخته عنه؟
إذا كان توفي وهو لا يصلي يترك الصلاة متعمدا لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي أبدا متعمدا لذلك فهو كافر، لا يحج عنه ولا يستغفر له إذا مات ولم يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وإذا حج عنه أحد فإن الحج يكون عن الحاج لا عن الميت الذي هذه حاله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقصر الصلاة في منى وتجمع؟ تقصر الصلاة الرباعية في منى، أما الجمع لا، الجمع يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في منى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المبيت بمزدلفة لمن لم يتمكن من المبيت بمنى، مع العلم بأننا منعنا من قبل المسؤولين بالمبيت بمنى؟ سمعتم الجواب قريبا، أن من لم يجد مكانا في منى بعد البحث، لم يجد مكانا في منى، فإنه ينزل بطرف الحجاج في مزدلفة، فإن تيسر له في الليل أنه يأتي ويبيت في منى معظم الليل هذا واجب عليه، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يبيت في مكانه الذي هو نازل فيه ويسقط عنه المبيت في منى. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من وضع الإحرام على رأسه وهو نائم؟ النائم لا يؤاخذ، رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، لكن إذا استيقظ يزيل الغطاء وليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لمن حج بالنيابة عن شخص آخر يكون له أجر في هذا الحج عن الغير وقد أخذ عليه مالا؟ يكون له أجر مع النية الصالحة، يكون له أجر مع النية الصالحة، يكون له أجر الصلاة في المسجد الحرام في الحرم، يكون له أجر التلبية والتكبير، يكون له الأجر الأعمال الصالحة، والمنوب عنه له المناسك، المنوب عنه تكون له المناسك، مناسك الحج. وأما ما زاد على المناسك من الدعاء ومن الصلاة في الحرام فهذا يكون للمصلي وللنائب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعد رمي الجمرة الأولى كم جمرة يرمي بعدها وفي أي وقت ترمى؟ الجمرة الأولى يعني الكبرى يوم النحر، في يوم الحادي عشر أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث الصغرى وهي التي تلي منى، ثم الوسطى التي بعدها، ثم الكبرى الأخيرة، كل جمرة بسبع حصيات، ويدخل وقت الرمي إذا زالت الشمس الظهر، إذا دخل وقت الظهر بدأ الرمي فيرمي بعد الظهر بعد العصر، وإذا احتاج يرمي بعد المغرب يرمي بعد العشاء لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب عمري 24 سنة وقد صحبت البارحة العائلات ورمينا الساعة 12، فهل رمي صحيح حيث إنه ليس معي أحد من الضعفة بل أنا وحدي؟ إن شاء الله رميك صحيح، ولكن الأفضل إذا كنت تقدر على البقاء في مزدلفة الأفضل أنك بقيت إلى استكمال الليل، وأن الدفع مع الناس قبيل طلوع الشمس هذا هو الأفضل والأكمل، لكن ما دام أنك دفعت بعد منتصف الليل ورميت مع الضعفة فإن رميك صحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أتيت حاجا لمشاعر عرفات مباشرة دون طواف القدوم، ثم المبيت بمزدلفة، ثم رمي الجمار بمنى، فهل علي بعد الجمرة السعي ثم الرجوع لمنى لإتمام المناسك أم لا؟ أتيت للحج وذهبت إلى عرفة مباشرة ولم تمر بالبيت وتطف طواف القدوم لا حرج عليك في ذلك،
بقي عليك أنك تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة وترمي الجمار وتبيت في منى هذه الليالي تؤدي مناسك الحج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الجائز المبيت خارج المزدلفة بسبب الزحام الشديد برغم أني لا أستطيع الجزم بعدم وجود مكان، لكنني خشيت مضايقة الحجاج الذين يفترشون الطريق، وهل علي في ذلك دم؟ هذا راجع إلى الحالة التي أنت عليها. فإذا كنت مع الحجاج تريد مزدلفة ولكن لم تصل إليها بسبب الزحام والسيارات المزدحمة، لم تصل إليها وبت دونها، فأنت معذور. أما إذا كان هذا بإهمال منك ولم تتأكد من حدود مزدلفة وبت خارجها وأنت مهمل ولم تسأل ولم، فأنت مفرط، كن عليك فدية عن المبيت بمزدلفة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: زوجي رمى عني الجمرة الكبرى في حج سابق منذ فترة بدون توكيل مني، فهل علي في ذلك كفارة؟ إذا كان بدون توكيل منك فالرمي لا يجزي، يكون عليك فدية، ذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم وحجك صحيح إن شاء الله، لأن هذا واجب يجبره الدم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: كنت قد قتلت نملتين وأنا محرمة جاهلة أنها من محظورات الإحرام، فهل علي في ذلك كفارة؟ ليس عليك في هذا كفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المتعجل في يومين متى يمكنه أن يسافر؟ إذا رمى الجمار الثلاث فيما بين الظهر إلى قبل غروب الشمس ثم رحل من منى قبل غروب الشمس فإنه يكون قد تعجل ولم يبقى عليه شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع، يمر على البيت ويطوف سبعة أشواط ويسافر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت مبلغا من المال قدره 100 ريال بمزدلفة، ماذا أفعل فيها؟ إذا كان هذا المال في جراب أو في غلاف له علامات يعرف بها، هذه لقطة لها حكم اللقطة، تعلن عنها أو تدفعها للمسؤولين عن الضائعات وتذكر لهم المكان الذي وجدتها فيه. أما إذا كان هذا المال ليس له علامة يعرف بها، نقود ورقية ملقاة على الأرض ليس لها علامات فارقة عن غيرها، فإنك تتصدق بهذا المال تعطيه لمحتاج على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كنت متعجلا فهل يوم غد هو آخر يوم أم أن يوم غد هو اليوم الثاني؟ يوم غد هو اليوم الأول، ما هو اليوم الثاني، هو اليوم الأول. اليوم الثاني هو اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، يوم العيد ما يدخل مع الأيام، يوم العيد مستقل بنفسه لا يدخل مع أيام التشريق. أيام التشريق ثلاثة: 11 و12 و13. من تعجل في اليوم الثاني عشر فله ذلك، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فله ذلك، وهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نعاني من كثرة انتشار البدع ولكن لا نستطيع الإنكار بسبب الشر الذي سوف يجلبه الإنكار لنا، فهل نحن معذورون أم أن هذا ذل سلطه الله علينا لخوفنا من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات بحسب الاستطاعة، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا إذا كان له سلطة، فمن لم يستطع فبلسانه،
هذا الذي ليس له سلطة ولكن يقدر على البيان والتوضيح للناس، عنده علم فيبين للناس ويعلم الناس الخير وينهاهم عن البدع ويبين لهم السنة. هذا من الإنكار باللسان، تعليم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. إذا كان ما يقدر يبين للناس، إما أنه ما عنده علم وإما أنه ممنوع من الكلام، فينكر المنكر بقلبه ويكرهه ويكره أصحابه ويعتزلهم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بت خارج مزدلفة بناء على كلام السائق، ثم اكتشفت بعد ذلك أني خارج مزدلفة بحوالي 40 مترا، ولكن ذلك بعد الفجر، فهل علي شيء؟ نعم، يكون عليك فدية، لأنك تقول أنك لم تبت في مزدلفة وبينك وبينها 40 متر خارج مزدلفة. إذا تأكدت من هذا يكون عليك فدية عن ترك المبيت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أجلس في مخيم بالنقود، ويأتي أخو زوجتي ويجلس معي في نفس المخيم، فما حكم ذلك؟ إذا سمح أهل المخيم فلا بأس بذلك، إذا سمحوا بذلك فلا بأس، أما إذا لم يسمحوا فلا يجوز هذا، لأن هذا على نفقتهم وعلى حسابهم. نعم. انتهى. أحسن الله إليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.